عندهمش باش يهدونا الحمد لله. حنا الطريق ديالنا غادي فيه، ومن النهار الاول كنقولوا حنا مستعدين نديو الثمن. علاش؟ لان جابتنا المحبه الله، جابتنا المحبه ديال هذا الشعب، جابتنا المحبه ديال المساكين والفقراء. اما لو كان كانت على حاجه اخرى ما نجيوش كاع عندكم نهائيا. هذه المحبه اللي جابتنا هي عهد الله بيننا وبينكم. حنا من جهتنا ما غنطلقوش، حنا كنفكروا في ولادكم، كنفكروا في بناتكم، كنفكروا في الشباب ديال المغرب. تيخص المغرب يرجع للمعقول، تيخص المغرب يولي فيه الشروط ديال الكفاءه، ديال النزاهه، ديال الاستقامه. ماشي الشروط ديال العائله، وماشي الشروط ديال الحزبيه. وسولوا عيننا اكثر.